الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي أيها الإخوة الأخوات الأعزاء والأحباء، أينما كنتم في كل مكان مشاهدين عبر NBC برو سبورتس، هنا الأسبوع 13 من الدوري السعودي للمحترفين، الفيصلي على الشباب 1-0، وفي نفس هذا التوقيت هناك في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لمسة إلى قاسم من الناحية اليسرى، محمد قاسم على الأرض، حلوة إلى فيلانويفا، كارلوس عدى كارلوس يا لعيب، حلوة من كارلوس وأحلى من متعب، ورايا مرفوعة وتسلل، فيلانويفا بيعمل كل حاجة بعد 9 دقائق. بيصنع وبيضيع هدف، ادي فيلانويفا على قوس منطقه الجزاء راوغ، سدد على يمين متعب شرحيلي، لكن متعب تصدى لها اهو، راوغ بشماله وحطها بقوه بيمينه على يمين متعب، لكن متعب شرحيلي يتصدى للكره اللي مع الكره، عمار يلعبها في وسط الملعب من جديد، هذه الانطلاقه محمد قاسم من بعيد يسدد على الارض ولكنها سهله عند حارس المرمى متعب شرحيلي. استلم الكرة العكايشي بيدور على زميل، العكايشي بيحاول يقرب على الأرض، لمسة حلوة، عبد الرحمن الغامدي بيحاول، كان هيعملها عبد الرحمن الغامدي، ولكن هنا بقى تدخل والكرة إلى خارج الملعب، فورمة المباريات، لكن شوف التحرك، شوف بقى حاسة المهاجم، شوف حاسة المهاجم لما يبعد نفسه عن التسلل ويهرب من المدافع، عبد الرحمن الغامدي، لكن عبد الله الشام علم اللي كان غاب عنه واحد من لاعبي الاتحاد وهو لاعب الشباب حاليا، هتان بهبري محاولة في اليمين، شيكابالا يلعب عرضية وتسديدة سهلة جدا عند حارس المرمى عساف الكردي، هذه لمسة في وسط الملعب عند فيلانويفا، تمريرة أمامية للعكايشي قدامه المساحة، بيحاول يدخل منطقة الجزاء، العكايشي يلعب العرضية ولكن المرة دي بقى إيلي سابيا يحط راسه وإلى ركنية ضربة ركنية، العكايشي مهاجم بيتحرك كويس قوي ما شاء الله، وادي المحاوله ولعب العرضيه، لكن هنا بقى ايلي سابيا لعبها في وسط الملعب الى واندر كونيرو على الارض الى صالح الشهري، الشهري مع الكوره وسع لنفسه كويس، عدى صالح لمسه حلوه الى شيكابالا بيحاول الاباتشي يسدد ولكن عساف الجرني بالمرصاد، حلوه دلوقتي صالح بيحاول وادي الكره اللي بترجع والتسديده من بعيد ولكنها سهله عند حارس المرمى، هروب بمهاره بامتياز من عدنان فلاته مع الكره، شيكابالا دخل منطقه الجزاء راوغ عدى شيكابالا لعب العرضيه محاوله لسه جوه منطقه الجزاء، السوادي مرر لصالح الشهري وعدنان فلاته بالمرصاد، الرائد يضيع الهدف الاول، عرض من جديد فارس العياف مع الكره، فارس لمسه في اقصى الناحيه اليسرى الى الشامخ يلف يلعب عرضيه حلوه بتعدي المره دي وعمار الدحيم، لكن تتهيأ الى كونيرو، لمسه صالح الشهري يا راجل عايز ايه تاني يا صالح يا شهري، يضيع هدف محقق صالح الشهري بلمسه سحريه من واندر كونيرو، وصالح الشهري يلف الكوره لكن هي سنتيمترات يا صالح، هي سنتيمترات يا صالح، هذه الانطلاقة من اليمين إلى عمر مزاعل يلف العرضية حلوة المرة دي، استلمة من عكايشي لمسة إلى فيلانويفا ولكن برافو بقى يحيى المسلم، وهذه الكرة في الناحية اليسرى عند عدنان فلاتة يلعب العرضية، عدنان فلاتة عدت وعمار، الاتحاد عنده مستقبل، الاتحاد عنده مستقبل، وعمار النجار هو مستقبل الاتحاد، هو مستقبل الاتحاد وهو صاحب الهدف الاول، عمار يسجل الاول لصالح الاتحاد، عرضيه ولا اروع من عدنان فلاته، على القائم الثاني محدش مقابل، اللي مقابل هو مستقبل الاتحاد، عمار النجار هو اللي بيسجل الهدف الاول بعرضيه ممتازه من عدنان فلاته، عمار يقابل معاها على الارض، لا متعب ولا نوير ولا بوفون ولا اي حد يعمل لها اي حاجه، الركنه معلمه ومهاره عمار، مستقبل مبهر للاتحاد، ما شاء الله عليك يا عمار، محاولة فيلانويفا دربكة في دفاع الرائد يحاول رجع سيباتشان دوح، تسديدة قوية بتمر على يمين متعب شرحيلي وإلى ركنية، كرة عالية بتتلعب ولكن الرأسية بتنزل تخبط في شيكابالا وتوصل سهلة عند عساف الجرد، يلعب الكرة الطويلة عساف وركنية بتتلعب المرة دي من شيكابالا يلفها حلو ولكن عساف الجرني هو اللي بيقابل معه، يعليها عمار النجار
ضغط من عبد الرحمن الغامدي. زميل العكيشي مع الكرة، العكيشي يدخل منطقة الجزاء، يعدي من مراد العكيشي، مراوغة ممتازة، مين اللي جاله؟ عدى العكيشي، لعب العرضية، ولكن المرة دي بقى إلي سابيا يطلعها إلى ركنية، وحاول من العكيشي ضغط وخد الكرة من وسط اثنين ودخل منطقة الجزاء وراوغ، لكن لعب العرضية إلي سابيا. شوف هنا بقى إزاي عدى من مراد الرشيدي، شوف شوف شوف، تعال قال له تعال اهو، عدى ولعب العرضيه. وانا حي اليوم ده عند شيكابالا مع الكوره، الاباتشي بيحاول واحد لواحد، عدى كويس مره بعرض الملعب وسدد، ولكن تخبط في قدم الدفاع، والى ركنيه اولى في شوط اللقاء الثاني عن طريق في اقصى الناحيه اليوم عند العكيشي مع الكره. العكيشي هنا الاستلامه والمراوغه الممتازه، العكيشي يلعب الكره، وهنا التصدي من متعب شرحيلي قبل ما توصل. 2016 3-2 للاتحاد، فهد المولد، كهربا، فهد الانصاري هم اللي سجلوا الثلاث اهداف. وهنا منجوره استلامه مراوغه جوه منطقه الجزاء، يا ولد يا ولد حلوه، ولكن عساف الجردي منجوره السوادي يفوتها لعبد الله الشامخ، يراوغ ويعدي يسدد من بعيد، ولكن كرته بتمر على يمين عساف والى خارج ارضيه الملعب، والى ضربه مرمى. مرت الكره لخارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى من الرائد، الخطوره من الرائد، كونيرو على الارض الى منجوره، منجوره مع الكوره عايز مره بينيه للسوادي يسدد، ولكن عساف الجردي من مرتميل يلعبها من تاني الى عمار من بعيد يسدد، ومتعب شرحيلي يتصدى لها حلوه من اليمين في وسط ملعب الاتحاد عند مراد الرشيدي، يلعب الكره الى شيكابالا، شيكابالا محاوله لعب عرضيه لكن الضغط عليه من عدنان فلاته، مر بعرض الملعب وسدد، يا ولد يا اباتشي يا اباتشي، قذيفه من الاباتشي، قذيفه من الاباتشي، والرائد عنده شيكابالا، عنده شيكابالا، ويروح للزملكاويه اللي في ارض الملعب، يروح للزملكاويه اللي في ارض الملعب، والاباتشي شيكابالا بحل فردي صعب على عساف الجردي، صعب على عساف الجردي، وشيكابالا يسجل التعادل للرائد. قلت لك الرائد قرب من هدف التعادل، وها هو الرائد عن طريق شيكابالا، مراوغه، عدى شاط شيكابالا في القائم وفي عساف، والتعادل للرائد بقذيفة أباتشي. شيكابالا يعيد الرائد للمباراة بمهارة خاصة. معقولة؟ معقولة المدافعين ما حفظوش شيكابالا في الحتة دي؟ ده هي دي حتته، ده هي دي حتته، واسمر يا اسمراني. شيكابالا وهو بنجورة بيقول له ايه يلا باللي ريح، يعني واقفة في اليمين، عمر مزاعل يلعب العرضية لكن تخبط، ومحاولة رأسية نزلت، محمد قاسم، قاسم يسدد بالعرض، والعرياني بتعدي من أمامه وبتمر فرصة خطيرة من أمام الاتحاد. يرد مرة ثانية المحاولة، لمسة على الأرض ومحاولة من تاني طويلة، وآدي بنجورة اللي بيحاول يستلم، لكن زياد الصحفي برافو يا ولد من أمامه، مش عايز يديله فرصة يدخل لجوه. شيكابالا يلعب إلى واندر كونيرو من تاني، كونيرو يسدد حلوة، ولكن المرة دي بقى عساف الجرني. هو كونيرو يلعب الكورة على الأرض إلى بنجورة اللي بيستلم إلى واندر كونيرو، راح وكونيرو بيحاول، كونيرو بالعرض، وأدي اللمسة وبنجورة، ودفاع الاتحاد ينقذ المرمى من هدف تاني. مرتدة سريعة مع الكورة، مر بعرض الملعب إلى بنجورة، يحطها بينية لشيكابالا اللي بيحاول، لكن برافو عساف 69. وادي الكوره من عدنان فلاته يلعب الكوره بالارض حلوه، العكيشي عدت من قدامه لكن رجع خدها من تاني، وادي فرصه للاتحاد، عكيشي مع الكوره، راوغ حاول، وصلت للعرياني اللي بيحاول، ولكن فيها رايه مرفوعه وتسلل، عدت منك ازاي دي يا عكيشي؟ ممتازه، لمسه في اليمين الى عمر مزاعل، يلعب العرضيه عاليه، محاوله عند العكيشي، ولكن يطلع متعب شرحيله، والمحاوله اللي موجوده العرياني مع الكوره، عبد العزيز يلعب العرضيه تخبط في قدم شويش، ولكنها توصل سهله في النهايه عند الحارس فرحان، لكن في مساحه بقى جندوح بلا نيويفا بينيه حلوه، العكيشي العكيشي راح، المرمى فاضي، المرمى فاضي، لكن لعبها وسياره. بتعمل ايه يا عكيشي؟ بتعمل ايه يا ولدي؟ بتعمل ايه يا ولدي؟ في اللقطة اللي فاتت قطع كويس وتحرك كويس، والباص ممتاز من فيلانيويفا، والعكيشي يوسع لنفسه، لكن الفينش كان سهل أجل يعني تجاوز الضغط الاتحاد اللي موجود دلوقتي. العرياني مع الكورة يلعب العرضية، العكيشي، فيلانيويفا اللي
الاتحاد ما بيهرجش، الاتحاد ما بيهرجش، وفيلان يويفا يا متعة، فيلان يويفا يا متعة، يا متعة، يا متعة، يا فيلان يويفا، تعظيم سلام، فيلان يويفا والعكايشي أحلى كلام، أحلى كلام، أحلى كلام، والله يا ابني ما شاء الله عليك، والله يا ابني ما شاء الله عليك. شوف الهدف المدروس، شوف الهدف اللي متحفظ، شوف الهدف اللي متعوب عليه. العرياني فيلان يويفا، العكايشي فيلان يويفا، واقولها لك صعبه صعبه يا متعب، وفيلان يويفا وهدف يعدل المزاج. والاتحاد لا يستسلم، الاتحاد لا يستسلم. حقوقوا تفرحوا، ايوه انبهر، ايوه استغرب، عندك فيلان يويفا، قول بسم الله ما شاء الله، حاجه ما بتتكررش، حاجه ما بتتكررش. كلوز فيلان يويفا وروح الاتحاد تحضر على الارض مره ثانيه. فيلان يويفا يحاول، يحاول يعدي، ياخذ الكوره، كارلوس يسدد في القائم، في القائم، في القائم، في القائم، حلوه من فيلان يويفا في القائم. وغليان اتحاد في ارضيه الملعب، غليان اتحاد في ارضيه الملعب، وفيلان يويفا ترد من تاني، والله حقكم